احساس من اللمه وهيفال اعلان تبيت ما يال يمين سابت تقول سكرنا ابيعك ام ابيع اسوفك ام اشري ولا حاسب الموجود لو خاف ميزان عسى الحق. بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله أشواطنا متواصلة مشاهدينا الكرام بميدان الساد في صباح هذا اليوم أشواط اللقاية شوط خاص للمحليات الأصايل تمنياتنا بالتوفيق والسداد والنجاح للجميع بإذن الله تعالى. إلى المقدمة نسير كنوافيكم بالنتيجة مع اللي خذت المركز الأول الدانة حمد بن بطي بن محمد الشامسي، لكن دخول على الدانة دخول على الدانة من أبعاد مبارك بن علي بن مبارك الراشدي غيرت واستلمت المركز الأول وسيطرت إلى مقدمة هذا الشوط. المركز الثاني من حاف ناصر بن محمد بن دربش العامري نقله إلى المركز الثالث. المركز الثالث أصبحت الدانة حمد بن بطي بن محمد الشامسي نقله إلى المركز الرابع. المركز الرابع شواهين حمد بن علي بن حمدان الشامسي نقله إلى المركز الخامس. المركز الخامس نجد سياد سعيد بن طبازة بالدودة العامري. والمركز السادس وصولا في هذه اللحظات من سمحة حمد بن عامر بن حمد بن عفصان المنصوري. المركز السابع دخولا في هذه اللحظات وتقدم من هذا الشعار المميز على ظهر ثقة سهيل بن حمد بالقرين العامري، لكن هذا كم رقمها؟ 18 بالقرين، 18 بالقرين. أما في المركز الثامن، وصلنا وهذه مياسة محمد بن راشد بن تريس الظاهري، وتليها في المركز التاسع، نشلة ونشلة لمطر بن غدير المزروعي. وفي المركز وصلنا المركز العاشر، وصل شعار بو جابر على ظهر سمحة عوض بن مهدي بن هادي الأحبابي. عدينا العشر وبنعود وياكم إلى مقدمة الشوط. من بيسجل حضوره يا مضمرين؟ من بيسجل حضوره يا عمالقة يا شباب؟ اليوم يوم الافتتاح، التسجيل الحضور مطلوب يا سلام. ومن حاف ناصر بن محمد بن سعيد بن دربش العامري تقود مسيرة الشوط، هذا الشوط. المركز الثاني سمحة عامر بن حمد بن عفصان المنصوري رافع راية الخطورة، شعار عطوة، شعار لتاريخه المشرف بالإنجازات، شعار عامر بن حمد بن عفصان المنصوري. وصل مطر بن غدير المزروعي، يرفع راية الخطورة ويتقدم على شعار على ظهر نشلة. في المركز الثاني في هذه اللحظات. المركز الرابع من اللي قادم هدانة كانت في المقدمة تراجعت قليلا، أصبحت في المركز الرابع لحمد بن بطي بن محمد الشامسي. اهو وصل ابو جابر، عوض بن مهدي الاحبابي. يا سلام يا سمحه وابعاد مبارك بن علي بن مبارك الراشدي اللي في المركز الخامس، سمحه في المركز السادس. الوجه الطيب ما يتخيب يا ابو جابر. هذه سمحه تتجاوز من اليمين ومن اليسار وعينها الى المقدمه، تبغي تذهب بالسلام لابو جابر لعوض بن مهدي الاحبابي. وصل بن عميره وتقدم شعاره مشاهدي الكرام على ظهر قلا على اسم حمد بن محمد بن مفتاح الشامسي، والشعار بن عميره خذت المركز السادس. لكن بنعود شوف يا القابر يا ابو حمد يا مخرج هذا الميدان، شوف هذا الكم، من الاصايل المحليات، الاصايل القادمه من المناطق الخلفيه. وعود لي الى مقدمه الشوط
الصوت يا ابو عمران تابع اللي قايد المسيره قايد المسيره من حاف من حاف من حاف من حاف هي المسيطره ناصر بن محمد بن دربش العامري الكيلو المتر الاخير يا ابو محمد الكيلو المتر الاخير يا ابو محمد يا بن دربش يا بن دربش من حاف افتتحت اقوى الكيلو المتر الاخير وهي قايد للمسيره القايد للمسيره حتى هذه اللحمات سمحه في المركز الثاني حمد بن عامر بن حمد بن عفصان المنصوري الى المركز الثاني الثالثه وين يا سلام لا يمدينا الوقت نتاخر افصلها لصالحه افصلها لصالحه من حاف انفردت من حاف بن دربش ناصر بن محمد بن دربش العامري انفردت اوامر خفيفه وطفيفه واعلنت بانها هي صاحبه هذا الشوط بكل اريحيه بدون اي منافس سمحه والصعايب لا تستوي على السبوق الصعايب لم تستوي على السبوق سمحه غدمه حمد بن عامر بن عفصان المنصوري في المركز الثاني لكن خلاص ناصر بن محمد بن سعيد بن دربش العامري ينتزع المركز الأول بمنحاف أو وادعتهم من فترة قادت المسيرة وانفردت بالمركز الأول وهي تقترب من خط النهاية وخط النهاية يرحب كل الترحيب بقدوم منحاف ناصر بن محمد بن سعيد بن دربش العامري تنتزع المركز الأول انتزاع مشرف وبدون أي منافس تهانينا والناموس لناصر بن محمد بن سعيد بن دربش العامري سلام يا أبو محمد سلام منحاف تصل لخط النهاية معلن الفوز والناموس المركز الثاني مشاهدينا الكرام يلي وصلت المركز الثاني وقنا خميس بن عبيد الراشدي الثالثة لحمد بن عامر بن عفصان المركز الرابع بشارة مبارك بن مطر بن عنود العامري والمركز الخامس لعوض بن مهدي الأحبابي التوغيت يا أبو عمران سجلت من حاف 6:25 ثانية ناصر بن محمد بن سعيد بن دربش العامري تهانينا له والناموس